ينضم إلينا من مقر انعقادي مؤتمر الحزب الجمهوري من مدينة ميلوكي بولاية ويسكونسن الأمريكية علي بردي الباحث في الشؤون الأمريكية. أرحب بك أستاذ علي معنا. وخصوم سابقون، هكذا عنونت وسائل أعلام أمريكية، خصوم سابقون يتسابقون من أجل دعم ترامب، والبعض منهم يقبل خاتم ترامب المرشح القادم. إعلان عن الوحدة داخل الحزب الجمهوري، وما هذا التحول الذي يجري؟ طبعا بالفعل هذا ما حصل بدءا من يوم أمس ويستمر حاليا، ظهور نيكي هيلي بالإضافة إلى رون دي سانتس وآخرين أمام هذه المنصة الكبرى للمؤتمر العام للحزب الجمهوري هنا في ميلوكي، هو إظهار لوحدة الحزب الذي تشتت كثيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، ولا سيما خلال موسم الانتخابات التمهيدية أو الأولية التي جرت في الولايات المتحدة. الآن يدرك الجميع وبطلب من ترامب أن انعدام الوحدة، وحدة الحزب، ربما تضعف مسيرة ترامب للعودة، لعودة كل الحزب وليس فقط دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. هذه الرسالة استجاب لها كثيرون، بما في ذلك الخصوم الأشداء السابقين لدونالد ترامب، من أجل إزاحة، إذا جاز التعبير، الرئيس جو بايدن والديمقراطيين من البيت الأبيض، علما أن الجمهوريين بقيادة ترامب يقولون أن الانتخابات التي أجريت عام 2020 سرقت من ترامب، وهم يحاولون الآن هذه الوحدة من أجل الثأر في مسيرة العودة إلى البيت الأبيض. هذه رسالة مهمة من الحزب الجمهوري، وإن كان رسالة أخرى قد سقطت في الطريق، وهي رسالة الوحدة التي وجهها ترامب على أثر إصابته برصاصة في أعلى أذنه اليمنى عندما حاول أحد الأشخاص اغتياله السبت الماضي في بنسلفانيا. ما الذي يمتلكه أستاذ علي؟ يعني السؤال يتبادر لذهن الكثيرين، ما الذي يمتلكه ترامب، هذه الشخصية الجدلية بكل تصريحاته، بكل ما فعله، لكي يحظى بهذه القاعدة القوية، لكي يحظى بعدد كبير ممن صادقوا على انتخابه، لكي يحظى بمنافسيه يتسابقون اليوم لهذه الوحدة بداخل الحزب الجمهوري وليصادقوا على ترشيحه، ولكي يحظى بأن يؤمن لهم ذاك الانتقام كما تشير أستاذ علي من الحزب الديمقراطي؟ أولا نعود إلى الحزب الجمهوري الذي بات كما يقال هنا حزب الرئيس دونالد ترامب. لماذا؟ لأن المحاولات التي قام بها مسؤولون كبار في الحزب الجمهوري خلال الأشهر والسنوات القليلة الماضية من أجل الحد من الموجة العاتية التي جاء بها دونالد ترامب إلى الحزب، كلهم حاولوا، ليس فقط المرشحين السابقين ضده للحصول على بطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، بل أيضا مسؤولين آخرين داخل الحزب حاولوا الحد من هذا النفوذ، ولكنهم جميعا فشلوا. دونالد ترامب هو سيد الحزب الجمهوري الآن، هذه حقيقة واقعة يعترف بها الجميع، وأن هذه المنافسات والمناكفات التي كانت تحصل مع ترامب لن تجدي في وقفه، بما في ذلك الدعاوى القضائية التي رفعت ضده في المحاكم الأمريكية وخلاف ذلك. مسيرة ترامب لا تزال متواصلة، هو شخصية جذابة، قاعدته ثابتة، قاعدة فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أو ما يسمى هنا اختصارا ماجا. هذه القاعدة ثابتة، لم تتأثر لا بالخلافات الحزبية ولا بالدعاوى ولا بكل المتاعب التي يواجهها دونالد ترامب، لم تتأثر على الإطلاق. الآن بعد نعم، عفوا، نعم، تفضل. نعم تفضل. بعد ماذا أستاذ علي؟ تفضل.
الآن بعدما أحكم دونالد ترامب قبضته على الحزب الجمهوري، أراد ويريد من خلال هذا المؤتمر العام أن يوسع قاعدة ماجا، أن يصل نفوذه إلى كل أطراف الحزب. والأشخاص الذين اعترضوا دونالد ترامب رأيناهم يسقطون في الطريق. في الحزب لا شخص آخر ممكن أن يتقدم على دونالد ترامب. حاول دونالد ترامب بشخصية جي دي فانس أو جيمس ديفيد فانس، الاسم الكامل للمرشح لمنصب نائب الرئيس، أن يجتذب جزءا جديدا من الحزب الجمهوري من المحافظين الشباب، لأن جي دي فانس شاب وهو تماما صاحب كاريزما معروفة ومثقف ومتعلم ومتعلم بدرجة عالية. أستاذ علي، هل نستطيع أن نبني على ماضي ترامب وسياساته في فترته الرئاسية السابقة؟ يعني لارا ترامب أشارت إلى أنه لم يكن عليك أن تحب كل ما يغرده ترامب، ولكن لا يمكنك إنكار أنك كنت أفضل حالا عندما كان ترامب في منصبه رئيسا. طيب، هل نبني على ما كان يفعله ترامب في ولايته السابقة، أم سنرى ترامب جديد يأتي لأمريكا كما هي الشعارات بأنها آمنة وغنية وقوية وعظيمة؟ من دون أدنى شك، يعني باستثناء الحادث الدراماتيكي الذي حصل السبت الماضي، ترامب النسخة الجديدة هي تشبه النسخة القديمة. لكن إذا انتخب ترامب رئيسا، هل ستؤثر تلك الرصاصة في الرئاسة؟ لا أعرف الآن ما إذا كان ذلك سيحصل، ولكن الخطاب الذي سيلقيه ترامب غدا مساء غد هنا في على هذه المنصة سيقدم ملامح توجهاته الجديدة، إذا كان هناك من توجهات جديدة، ولا سيما في الداخل الأمريكي. هل سيتمكن دونالد ترامب من رأب الصدع الأمريكي الكبير، الخلافات المتزايدة داخل المجتمع الأمريكي؟ هذه مسألة تشكل علامة استفهام كبيرة. في ولايته الأولى لم يتمكن حتما من القيام بهذه المهمة، لكن ترامب أيضا معروف بأنه شخصية مصممة على تنفيذ ما يرغب أو ما يعتقد أنه هو الصحيح. لذلك ربما يحاول ترامب مجددا على صعيد السياسات الخارجية. هناك مواقف معروفة لترامب لن تتغير كثيرا. ترامب يتطلع داخليا أكثر مما يتطلع إلى الخارج، ولكنه يريد في الوقت ذاته أن ينظر إلى أمريكا بأنها دولة عظيمة لا يمكن أن تضاهى من قبل أي دولة أخرى، ولا يمكن أن تنافس من قبل أي دولة أخرى. هذه شعارات رئيسية أو رئاسية أيضا لترامب ستبقى موجودة، ولكن هناك تفاصيل يمكن أن تتغير في هذا المجال أو في ذاك. نعم. في الشرق الأوسط. نعم أستاذ علي. نحن مهتمون بدرجة عالية. نعم. بما يمكن أن يأتي به دونالد ترامب في حال انتخابه رئيسا مجددا. الشكر الجزيل للأستاذ علي بردة، الباحث في الشؤون الأمريكية، شاركتنا من مدينة ميلوكي بولاية ويسكونسن حيث انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري. أشكرك جزيل الشكر.